لما اجي ابغى اثني عليكم وامدحكم، وانا ان شاء الله باذن الله عز وجل واحد منكم. الله يسعدكم مثل ما تسعدون دائما بحضوركم وتفاعلكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحبكم مثل ما احببتونا. وشكرا لكم على حضوركم البهيج وتفاعلكم الرائع، ويعني اليوم ما شاء الله تبارك الله ملأتم جنبات القاعة، ومهي غريبة على الطائف وعلى شباب الطائف. والله الذي لا إله إلا هو إني متعود على هذا الأمر وعلى هذا المشهد اللي أراه أمامي، متعود عليه كل ما أجي للطائف، وهذا يدل على أمر واحد، إن شباب هذه المحافظة الغالية على قلوبنا شباب واعي، شباب رائع، شباب محب للخير، داعم لمثل هذه الفعاليات والبرامج. فأبغى أسمع أقوى تحية لشباب الطائف. وأنا يعني كل فخر وكل شرف إني في يوم من الأيام كنت أحد أبناء الطائف ومن سكان هذه المدينة الغالية على قلبي، ووالله شايفين هذا المسرح اللي أنا عليه الآن، من هذا المسرح ومن هذه القاعة المباركة كانت يعني بداية انطلاقي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا ممنون للطائف والأهل الطائف وشباب الطائف، وأسأل الله يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. طبعاً أبو تميم، إذا أنت بداية دعوتك في الطائف، ترى أنا أصلي من الطائف. ونعم ونعم. وأهلي من الطائف، وأنا من وادي ليه هنا قريب، وسالمي عاد معروف السوالم في الطائف. ونعم فيكم جميعا. حياك الله ابو تميم في ديرتك الثانيه. الله يرضى عنكم. ونعم فيكم جميعا، واسال الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه وجوده ان يجعلني واياكم نتذكر هذا المجلس على انهار الجنه. قولوا امين. وابشركم بشاره انه سياتي يوم علي وعليكم ونتذكر هذه اللحظات وهذه الدقائق وهذه الجلسات باذن الله وبحسن ظننا بالله على أنهار الجنة. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم وفي القرآن العظيم أن أهل الجنة يقبل بعضهم على بعض في الجنة ويسألون بعض إيش اللي جابنا الجنة، إيش اللي دخلنا الجنة، ويتذكرون مثل هذه المجالس التي جلسوها في هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل يقول في سورة الطور: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الله. من الذي أقبل؟ أهل الجنة. اللهم اجعلنا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فأحسن الظن، والله يا إخواني أن من أسمائه الشكور الذي يجازي بالعمل القليل الأجر الكبير سبحانه وتعالى. فأبشروا بخير وأملوا بخير، أبشركم بشرى يا إخواني. الإنسان إذا جلس هذا المجلس المبارك، الله جل في علاه في عليائه يذكره باسمه عند جبريل، عند ميكائيل، عند إسرافيل، عند ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله جل في علاه يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله جل وعلا في القرآن في سورة الأحزاب ينادي أهل الإيمان، يناديهم، يقول ابن مسعود: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فرعي لها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنتهي عنه. اسمع النداء، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوه بكرة وأصيلا، وسبحوه بكرة وأصيلا. الله الذي لا إله إلا هو قد تفتح لهذه الدعوة أبواب السماء، فنسعد في الدنيا والآخرة. يوم وصلنا للحي اللي فيه هذه المرأة الأرملة أم هذا الولد، اتصلنا عليها وقلنا لها يا أم مسفر نبغى نكلم مسفر. قالت تفضلوا. كلمناه قلنا يا مسفر كيف حالك؟ عساك طيب؟ حنا جايينك من جدة نبغى نسلم عليك ونبغاك في طلب. قالوا ابشروا بعزكم. طلعت المرجلة وطلعت الشهامة وطلع الخير. قابلنا هذا الشاب في مكان وفي حي من أحياء الطائف، سلمنا عليه وقلنا له حنا جايينك من جدة ولنا طلب عندك. قالوا ابشروا بعزكم. قلنا له عندنا محاضرة في قاعة السلام ونبغاك تحضر معنا، مجلس ذكر يذكر فيها الله ويعظم فيها الله. قال ابشروا، أنا بجيب ولد أختي. والله أنا ما أبغى أتكلف وأنا أمق لكم القصة وأزبطها، بأقول لكم الأحداث مثل ما حصلت. قال ابشروا، بجيب ولد أختي وأجيكم في القاعة. جينا ولقينا الحضور ولقينا الوجهة الطيبة وبدأنا نذكر الله عز وجل، وكانت المحاضرة عن بر الوالدين. والله يا أخوان لما دخلنا في أجواء المحاضرة ولما بدأنا نذكر الله عز وجل وتفاعل الحضور والشباب، نسينا قبل المحاضرة قابلنا واحد اسمه مسفر وقلنا له تعال للقاعة ونبغى نقابلك في القاعة. بدأنا المحاضرة يا أخوان، في نهاية المحاضرة وهذا الشيخ أحمد العبيكان حي يرزق شاهد على هذا الكلام، كانت المحاضرة عن بر الوالدين، وتكفل هذا الرجل في نهاية المحاضرة وقال أتبرع بنسخ هذه المحاضرة 30,000 نسخة. وإحنا نتكلم يا أخوان شوية إلا شاب يقوم من آخر القاعة ويخطو خطوات ويمشي إلى ما جاء وقف على خشبة المسرح ودمعه على خده ويبكي لله سبحانه وتعالى ويقول أعاهد الله وأعاهدكم بأني تائب إلى الله من هذه اللحظة، وسجد شكر لله عز وجل على خشبة هذا المسرح. نطالع في الرجال، نتأمل في وجه الشاب إلا هو صاحبنا مسفر اللي قابلناه قلنا له تكفى طالبينك تعال القاعة السلام. خرجنا من القاعة واتصلنا على أمه قلنا يا أم مسفر نبشرك. قالت بشر الله يبشركم بالجنة. قلنا مسفر حضر معنا للمحاضرة وحضر ملتقى أشعل أملا التابع لجمعية كفا بمنطقة مكة المكرمة، وخرج أمام الآلاف يبكي يعلنها تائب إلى الله، والأم تبدأ تدعي الله يسعدكم الله يوفقكم الله يشرح صدوركم. رجعنا الجدة، أقسم بالله يا إخواني نسيت إني قابلت شاب اسمه مسفر وطلع معنا. انشغلنا في الحياة، بعد 3 أشهر أو 4 أشهر أسافر خارج المملكة وأرجع يكلمني أخوي الشيخ وليد قال يا نايف أبغى أعطيك تذكر الشاب اللي خرج معنا في الطائف وتاب وأمه كلمتنا. قلت والله أذكره. قال أبغى أعطيك رقم أمه، أبغاك تتصل وتعزيها فيه. الشاب هذا بعد الملتقى ب3 أشهر مات. والله الغرابة مي في موتته، السؤال المهم كيف مات مسفر؟ يا أخواني هذا الشاب بعد المحاضرة وبعد الملتقى أصبح يقبل رأس أمه ويدها ورجولها صباح مساء، حتى إذا نزل يبغى يسلم على رجول أمه، أمه تقول لي يا ولدي لا تكفى تكفى لا تسلم. قال يا أمي ما تبغي للجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلزم رجلها فثم الجنة. تقول أمه جاء يوم الربوع بعد صلاة العشاء وقال يا أمي بروح أخذ عمرة ولبس الإحرام، وصل
وأخذ العمرة وطاف وسعى وجلس في الحرم حتى الثلث الأخير من الليل، وصلى ما شاء الله عز وجل أن يصلي، كان معه واحد من قرائبه، وصلى والفجر في مكة يوم الخميس، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. رجع يا أخوان للطائف، وقبل ما يرقد قال يا أمي صحيني لصلاة الظهر. والله يا أخوان تقول أمي جيت أصحي صلاة الظهر وجدت ميت في فراشه. هذا شاب حضر معنا الملتقى العام الماضي، هذه مجالس رحمات ونفحات. والله كما قال الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة رب فيهم عبدك فلان، في واحد جالس، فتقول الله عز وجل وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا إخواني قصة مسفر والله إنها دلالة على أن الله أرحم الراحمين سبحانه. يا إخواني الله عز وجل من لطفه وكرمه بعباده أن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة. ما معنى كتب على نفسه الرحمة؟ الله فرض على نفسه أن الله رحيم، أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في سورة الأنعام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يا إخواني الله عز وجل من رحمته أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي، يا محمد نبئ عبادي بماذا؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله عز وجل قدم أنه رحيم من أجل أن يفتح لنا باب التوبة وباب الرجوع إليه سبحانه وتعالى. يا إخوان الله عز وجل من كرمه انظروا كيف تعامل مع المرأة البغي. الله أكبر. يا الله يا إخوان الله إذا أراد أن يرحمنا يهيئ لنا أعمال صالحة نفعلها فيرحمنا الله. الله إن الله سبحانه وتعالى اليوم الكبار والصغار الرجال والنساء الله اليوم وفقنا لهذا العمل. أقسم بالله والله ما جابك الله سبحانه وتعالى اليوم عشان شطارتك ولا ذكائك ولا حسبك ولا نسبك، الله امتن عليك وجابك. حتى أخواننا رجال أمننا اللي جاي عشان مهمة اليوم لهذا المكان، من قدر الله ومن فضل الله عز وجل أن هذه الليلة وهذه المجلس وافق المناوبة اللي انت مناوبها. الله اختارك، الله اصطفاك، الله جابك، الله أجلسك. خلي في قلبك حسن ظن أن الله جابني وأسمعني من أجل أن يرحمني. يا أخواني امرأة بغي يا أخواني إذا ذكرت هذه المرأة، إذا ذكروها قالوا فلانة إيش البغي أجلكم الله، الزانية أكرمكم الله. هذه المرأة الله سبحانه وتعالى أراد أن يرحمها. تمر هذه المرأة ببئر فتشرب من هذه البئر، فحينما انتهت من شربها لهذا الماء وارتوت، الله سبحانه وتعالى جعل كلب أجلكم الله يأتي عند هذه المرأة يلهث من شدة العطش، يخرج لسانه من فمه من شدة العطش. تحركت مشاعر هذه المرأة. أسألكم سؤال، هل كان أحد واقف جنبها ويسمع هي إيش قاعدة تقول؟ والله ما كان أحد عندها ولا أحد يعلم ما في قلبها إلا الله. هذه المرأة قالت في نفسها لما شافت الكلب أجلكم الله، قالت في نفسها لقد بلغ به العطش،
ما بلغ بي، يعني جاء في قلبها شيء من الرأفة والرحمة، نزلت للبئر وملأت خفها، ملأت خفها وسقت هذا الكلب، فشكر الله لها وغفر الله لها. في كم سؤال أبغى أسألها نفسي وإخواني وأخواتي اللي قاعدين يشاهدون ويسمعوننا الآن. أسألكم بالله، من الذي أعطش هذا الكلب؟ ومن الذي أمر هذا الكلب أن يأتي عند هذه المرأة؟ السؤال الثالث، من الذي حرك مشاعر هذه المرأة؟ السؤال الرابع، من الذي علم ما في صدر هذه المرأة وفي قلبها من رأفة ورحمة لهذا الكلب؟ السؤال الخامس، من الذي أذن لجوارح هذه المرأة، يدها وقدميها، أن تنزل إلى تلك البئر فتسقي ذلك الكلب؟ أليس هو الله؟ من أجل أن يرحمها هيأ لها هذا الكلب، والله سبحانه وتعالى من أجل أن يرحمني ويرحمكم هيأ لنا هذا المجلس العظيم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا إخواني لا تستغربون، أنتم مؤمنين، أنتم مسلمين، أنتم موحدين، أنتم فيكم الخير وأهل الصلاة وأهل السجود، فلا غرابة حينما يرحمك الله. تعال للقرآن وانظر إلى رحمة الله بمن حاربوه وبمن عادوه وبمن قتلوا أولياءه وحاربوا دينه. تعال شوف كيف رحمة الله بهم في القرآن. أول قصة وأول نموذج، أصحاب الأخدود في نجران حفروا خندق وأشعلوا فيه نار. تدرون الخندق هذا عشان مين؟ تدرون هذه النار سووها وأشعلوها عشان مين؟ جعلوها لكل واحد يقول لا إله إلا الله، يا يكفر بلا إله إلا الله، وإما أن يلقى في هذه النار. جابوا الأول وقفوه على النار، تكفر بلا إله إلا الله؟ لا ما أكفر، رموه في النار. جابوا الثاني، تكفر بلا إله إلا الله؟ لا ما أكفر، رموه في النار. جابوا حرمة، امرأة معها طفل رضيع، تكفرين بلا إله إلا الله ولا نرميك أنت ولدك؟ قالت ما أكفر، رموها في النار. جريمة عظيمة، حرب لله ولدين الله. لكن كيف كانت رحمة الله عز وجل بهم؟ اسمع إلى الله وهو يذكر قصتهم في سورة البروج. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اسمعوا يا أخوان، شفتوا السووا؟ شفتوا السووا؟ شفتوا جريمتهم؟ انظروا واسمعوا إلى الله وهو يفتح لهم باب رحمة وأمل رغم الشيء اللي سووه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يا أخواني إيش نفهم من قول الله عز وجل ثم لم يتوبوا؟ أي لو أنهم تابوا ورجعوا إلى الله تاب الله عليهم وعفى الله عما سلف. رحمة، حرب، قاعدين يحربون دينه، يحرقون أولياء، يرمونهم في النار، وفوق هذا كله الله سبحانه وتعالى يقول
ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا الله بيغفر لهم الشيء اللي سووه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللي تابوا منهم ايش لهم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. واللي أصر على كفره وعلى عناده؟ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. شيخ أحمد، أول شيء والله أني أحبك وأسأل الله يجمعني وياك والحاضرين في الفردوس الأعلى من الجنة. تسمح لي بسؤال؟ لو في رجل، أعطي الشيخ، لو في رجل الله يسلم، أما أنا بسلم عليك بعد المحاضرة إن شاء الله. لو في رجل تكرمه بصراحة، أبغاك تكلمني بصراحة، لو في رجل تكرمه ووقفت معه وساعدته وساندته أكثر من مرة، وفي يوم من الأيام سمعت هذا الرجل يتكلم فيك بسوء، إيش بتسوي معه؟ بزعل عليه، ويمكن تزعل عليه وما عاد تعطيه وجه، ولو جاك بتعطيه بتقضبه الباب، صح ولا لا؟ نعم. هل هذا حال الشيخ أحمد العباكان بس؟ هذا حال الشيخ أحمد وحالي وحال كل واحد فينا. لو تنفق على إنسان ولا تكرم إنسان وتسمع إنه يتكلم فيك بسوء، والله ما عاد تعطيه وجه، بيض الله وجهك. جزاك الله خير، أكرمك الله ورفع الله قدرك. الله يحفظك، شكرا. السؤال، ليش سألت هذا السؤال؟ ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى خلق وأوجد وأنعم وأكرم، وفي بعض عباده النصارى يسبون الله وينتقصون من الله عز وجل ويقولون بأن الله عنده ولد وأن الله ثالث ثلاثة، كيف تعامل الله عز وجل معهم؟ الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنصارى أيضا يقولون عن الله سبحانه وتعالى بأنه اتخذ ولدا، هل هذه سبة عادية؟ هل هذا انتقاص عادي؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينفع
ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. شيخ منصور، انتقصوا من الذات الإلهية وأشركوا بالله، هل قنطهم الله من رحمته؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم الله عز وجل فتح لهم باب التوبة، الله أكبر، وفتح لهم باب الأمل، مع أنهم قالوا إيش؟ أن لله ولد، أن الله ثالث ثلاثة، أن الله هو المسيح ابن مريم. الله عز وجل يقول أفلا يتوبون. الله أكبر. والله يا أبو تميم إنها أرق العبارات وأجمل العبارات. اسمع الله عز وجل ماذا يقول عن النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. يعني لو جو قالوا يا رب تبنا نستغفرك يا الله من هذا الشرك من هذا الكفر، آمنا بك وحدناك، لقبل الله توبتهم ولعفى الله عز وجل عن زلتهم ولأكرمهم الله ولرفع الله عز وجل درجاتهم في الدنيا والآخرة. اليهود قالوا عن الله سبحانه وتعالى بأن يد الله مغلولة، غلت أيديهم، وقالوا عن الله عز وجل بأن عزير ابن الله، ومع ذلك يفتح الله عز وجل لهم باب الأمل، وإذا تابوا تاب الله عز وجل عليهم. بس السؤال يا إخوتي، ما معنى مغلولة؟ أي يد الله بخيلة؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن الذين كفروا منهم عذاب أليم. انظر يا إخواني الله عز وجل ماذا قال بعدها، قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. المنافقون هذول يوم القيامة أشد الناس عذاب، في الدرك الأسفل من النار، جرمهم عظيم، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، عادوا الله وعادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب أمل وتوبة وعودة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بالله يا إخوان تصوروا معي هذه الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أعوذ بالله، ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله
وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يا أخواني بقي لنا 5 دقائق لكن يا أخواني هذا رحمة الله بأصحاب الأخدود، رحمة الله بالنصارى، رحمة الله باليهود، رحمة الله بالمنافقين، فكيف برحمة الله بالموحدين؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني يوم القيامة لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله يا أخوان هذه الرحمة تحتاج أمر واحد، أن نقبل، أن نتغير، أن نفعل طاعات من أجل الله، وأن نترك معاصي من أجل الله، وأن نعلنها من هذا الملتقى الطيب المبارك تائبون عائدون لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تملك تلك الرحمة فأنا أوصيك يا غالي أن تقف عند حدود الله وأن تكون في هذه الدنيا من أهل التقوى. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة لمن؟ كتب على نفسه الرحمة لأهل التقوى. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بالله عيد للأعمال التي توجب لك رحمة الله عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون اللي بعدها ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. تقوى، زكاة وصدقة، والأخيرة إيمان بالله سبحانه وتعالى. يا أخوان نبغى نكون عمليين، يا حاضرين يا حاضرات يا مشاهدين يا مشاهدات، أنا أعلم ومتيقن بعد سماعك لهذه الآيات تحرك الإيمان في قلبك، وأبشرك إذا إيمانك بدأ يتحرك وقلبك بدأ يتحرك فهذه دلالة على إنك إنسان مؤمن تحب الله ورسوله. الله عز وجل قد وصف أهل الإيمان في كتابه فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في الختام بأقف وقفة، أعطوني قلوبكم يا أخوان. في القاعة في هذا الملتقى الآن آلاف مؤلفة سمعوا كلام الله، ونحن لا نعلم الغيب، قد يكون بينهم من الرجال والنساء الحاضرين من أعلن توبة لله. آلاف فين؟ آلاف في القاعة،
وملايين الآن يشوفون على الهواء مباشرة عبر قنوات فضائية. أسألكم بالله، في أحد من الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات ما يبغى يكسب أجر ذول الملايين اللي سمعوا كلام الله؟ في أحد ما يبغى الأجر؟ والله كلنا نبغى الأجر. واحد يقول طيب كيف؟ كيف؟ طالع يمين ويسار، هذا وقف الأم، ريعه والفلوس اللي راح تجي منه راح تصرف على هذه الملتقيات وعلى هذه البرامج، مقاطع قنوات تنقل. والله العظيم قد تكسب أجر هذا كله ب100 ريال، ب500 ريال، ب1000 ريال، تأخذ رقم الحساب وتجي عند الصراف ولا الهاتف المصرفي ولا الأونلاين وتحط رقم الحساب وتحول. والله ما أحد يعلم بك إلا الله. صدقة خفاء، صدقة خفاء تأتي يوم القيامة يجعلك الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ب100 ريال، 500 ريال، 1000 ريال، 10,000، 100,000، تودعها في هذا الحساب ما تبغى أحد يدري من البشر وأنت قادر. رقم الحساب والله ما أحد يدري، هذه 11 مليون والله عندي ثقة أنها ستكتمل بإذن الله عز وجل في هذه الليلة. بشرى أخرى يا أحبتي في الله لمن تصدق، الله عز وجل يربي هذه الصدقة وإن كانت صغيرة، يربيها الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوة. 100 ريال يظن بها بعض الناس أنها قليلة، ولكن والذي رفع السماء وبسط الأرض إذا أخلصت النية والله إنها يوم القيامة مثل الجبال. وكما قيل وكم من درهم سبق ألف درهم، سبق ألف درهم. يا أخواني بقول لكم على أمر، يوم القيامة الله يكفينا شر ذلك اليوم، قولوا آمين. الشمس هذه اللي الحين احنا قاعدين نشتكي من حرها واحنا في الليل راح تنزل بمقدار ميل، احنا الآن بيننا وبينها في الدنيا 150 مليون سنة، راح تنزل يوم القيامة بمقدار ميل. يعرق الناس في عرقهم، أول شيء العرق يخوض في الأرض 70 ذراع، ثم يكون العرق إلى الكعب، إلى الركبتين، إلى الحقوين، إلى المنكبين، وفي ناس يلجمها العرق الجام موقف 50,000 سنة. أبشرك بشارة، شفت 100 ريال أو 500 ريال أو 1000 ريال أو 10,000 ريال اللي بتحطه ويعلمها الله، سيأتي الله عز وجل بهذه الصدقة ويظلك تحت ظل صدقتك في ذلك اليوم العظيم. وأبشرك بشارة، والله ما تقدم شيء إلا يعلمها الله، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أجر ملايين حضروا واستفادوا من هذا الملتقى ومن غيرها من برامج الجمعية المباركة في منطقة مكة المكرمة، إلا الآن أصبحت أعمال جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة والله تعدت حدود المملكة العربية السعودية. استفادوا منها ناس عبر قنوات التواصل الاجتماعي، عبر اليوتيوب وتويتر وإنستغرام، حتى خارج أرجاء المملكة. فتحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى المساندة حتى تستمر هذه البرامج. أسألكم سؤال، كم شاب حاضر اليوم؟ 1000 شاب، 1000 شاب، 1000 أم تدعي لكم وتدعي لكل من ساهم ولكل من دعم ولكل من ساند مثل هذه الملتقيات. الأمهات يديهم على قلوبهم، اللهم سلم سلم، وإنت تجي ب100 ولا ب200 ولا ب500 وتكون سبب في صلاح ابن، أبشرك بشارة سيكافئك الله عز وجل في أبنائك، فالجزاء من جنس العمل. لا تبخلون يا أخوان، في أحد منا الآن حاضر أو يشاهدني ما يقدر أقل القليل يتبرع ب100 ريال؟ والله 100 ريال تروح في شبسات وفي كتكات وفي جالكسي وفي أمور والله العظيم أقل ما يقال عنها مباحة. ناهيك عن بعضهم 100 ريال و500 ريال و1000 ريال في الشهر تروح في جراك وشيشة ومعسل واشتراك في قنوات تدخل السم على أبنائه. فلا تبخلوا يا أحبتي، وأبشركم بشارة، الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. اللهم وفقنا للإنفاق في سبيلك، اللهم لا تجعلنا ممن بخل يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. أشكر إخواني في جمعية كفا بمحافظة الطائف على هذا الملتقى، أشكر رجال الأعمال الداعمين لهذا الملتقى، وقبل هذا وذاك
أشكر سمو أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل على إذنه وعلى دعمه وعلى تشجيعه لإقامة مثل هذه الملتقيات اللي كلنا الآن قاعدين نشوف نفعها وأثرها على أنفسنا وعلى شبابنا وعلى أبنائنا وبناتنا. أشكر محافظ محافظة الطائف وأشكر رؤساء الدوائر الحكومية والجهات العسكرية في محافظة الطائف على دعمهم هذه الملتقيات. بيض الله وجيهكم وأسعدكم الله وجعلها الله عز وجل في موازين حسناتكم. وشكر شكر خاص وخاص شكر 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 خاص وخاص وخاص وحار جدا لشباب الطائف على دعمهم هذه الملتقيات. الله يسعدكم وبيض الله وجيهكم وأسعدكم الله دنيا وآخرة. الله يبارك فيكم. والله أنا شكرت 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 وأثنيت تمام وخايف أنسى أحد. أذكر ناس وأنسى ناس، لكن إذا أنا نسيتكم الله سبحانه وتعالى لن ينساكم. أما والله مفخرة الطائف وأهل الطائف اللي يستحق منا التبجيل والشكر والدعاء في ظهر الغيب هذا الرجل الشيخ أحمد العبيد، كان بيض الله وجهك في الدنيا والآخرة. والله إني ما حضرت إني ما حضرت ما حضرت ملتقى ولا حضرت برنامج يعود فيها النفع على الطائف وعلى شباب الطائف إذا ما وجدت هذا الرجل حاضر بشخصه. أجد هذا الرجل حاضر بدعمه، فبيض الله وجهك وأسعدك الله وأكرمك الله في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.